متابعينا الاوفياء، مرحبا بكم في محل جلال الديكور. امي الحبيبه الغاليه خالتي العزيزه خالتي مدام جدتي الحنونه عمتي الانيقه، راح نخصلكم فيديو تاع اليوم في عالم الازهار. يعني ربي يبارك ما شاء الله، بوكيات صغيره كبيره متوسطه، احجام كبيره واحجام صغيره. كما راكي تشوفي خالتي مدام، كاين نحطهم فوق الطوابل، كاين نحطهم ديكور في الكوزينه، كل واحد ونحطوه على حساب الذوق تاعنا، كل واحد وين يحب يديكوري. كما راكي تشوفي خالتي العزيزه، هذه الاسعار تحم ابتداء من محصوره ما بين 35 45 55 65 الى غايه 250 220، هذا بالنسبه للاحجام الكبيره، الاسعار تاع 250 و270. اما الاحجام الصغيره محصوره ما بين 35 45 55 65 على حساب الموديل. شوفي ربي يبارك ما شاء الله خالتي مدام، اللي يحب الدوري كيما هكذا، هذه حله جديده رائعه، فيها لي كولير البوكي يتبدل والورد من فوق يتبدل. شوفي خالتي مدام ربي يبارك ما شاء الله، كثير من هذه البوكيات متواجده في محلاتنا. كاين اللي يحب الحشيش كاين، كاين اللي يحب حاجه سامبل كاين، يعني كل شيء راه متوفر. كما راكم تشوفوا عندنا بزاف لي موديل ربي يبارك ما شاء الله، ها كاين الصغار كاين الكبار، يعني واش تحتاجوا راه كاين بربي ان شاء الله. ها اللي يحب حشيش وحده كاين كيما هكذا، واللي يحب مثلا بالازهار كاين كيما هكذا. هذيك ربي يبارك ما شاء الله دخلوا جدد، عندنا في الزجاج عندنا في البلاستيك، هذو يتحطوا ديكور فوق الطاوله. اللي يحب كيما هكذا هاو كاين، اللي يحب كيما هكذا هاو كاين. هذه الاسعار تاعهم كاين تاع 100، كاين تاع 190، كاين تاع 220 على حساب الحجم تاع البوكي. ها لك هذا الاحجام الصغيره والكبيره، عندك كيما هذا ثاني هكا يديروا 170 تحطوا فوق طابله. عندنا هذا البوكي 195 فيه لي كولير هكذا هكذا هكذا. عندك كيما هذا هكذا باللورات جميله وانيقه. عندنا ايضا هذا البوكيات 195 خير اللي يعجبك. عندك عندك هكذا ايضا احجام كبيره، شوفي ربي يبارك يعني ما شاء الله. عندك ثاني كيما هذا هكذا، يعني ما شاء الله بوكيات صغيره كبيره متوسطه في عالم الازهار.